أحد أولياء الأمور لقيت في إحدى المدارس كان عندي توزيع تكريم طلاب في الطابور في منطقة نائية، فرحت من الصباح بعد ما ألقيت الكلمة ووزعت الهدايا والجوائز رجعت إلى غرفة المديرة، فجاني ولي أمر قال لي عندي مشكلة. قلت له خاطري يعني لا نفسي ولا أخصائي اجتماعي ولا أخصائي نفسي مثل الجماعة، هي كلمتين أمشي بهم كل حين مكان. قال لا ما عليك هات أنا جاي لك موضوع. قلت ليش؟ قال هذا التلميذ هذا الولد ميت أمه قبل كم سنة وتو تربي عمته وما مقصر، هذا لازم يصفد الأمور. والله احنا معروف عارفين دهان عمات. ايوه بيني وبينكم ما انت والله لا. يقول هذا التلميذ صف الخامس كان او صف الرابع لان كان تعليم اساسي، كلما ادخلناه في الصف خرج منه يكره المعلم كره عظيم فلا يطيق رؤيتها. يقول ذهبت فاشتريت هدية. يا جماعة ترى الهدية لها أثر عظيم ويسميه التربويون بإيش؟ بإيش؟ بالتعزيز، أليس كذلك؟ يسميه التربويون بإيش؟ التعزيز الإيجابي له أثر عجيب. يقول فذهبت بهذه الهدية إلى المعلمة فقلت لها يا أستاذتي الكريمة هذه الهدية من عندي أنا، أرجو منك أن تسلميها لمن؟ للطالب. لماذا؟ من بيقول لي؟ لماذا؟ أحسنت كي يقوي العلاقة بين الطالب وبين المعلمة. هذا من؟ هذا الأب. تعرف إيش ردت على المعلمة؟ مالي مزاج مالي مزاج. يقول فأصبت حقيقة أصبت يعني بإحباط. مالك مزاج؟ قال لا. يا شبابنا يا إخوتنا يا أبانا اليوم لابد أن نكون هكذا نحن الآباء ونحن المعلمين والمعلمات، وهذا والحمد لله في مدارسنا موجود إلا من شذ، والشذ لا يقاس عليه. ما كذا تقولوا النحويون عاد لا تدخلوني أنا هنا. الذي أريده أنا وأنت نكون معا عشان نبني هذا، لأنك أنت إذا رخيت الحبل وهو شد بيميل إليك وبيودر هو، أو أنت شديت الحبل وهو رخاء بيودرك أنت وبيمشي معه. ليش ما تخلون طريقة واحدة كما تكونون في البيت أنت ومن في البيت أنت والأم؟ أي تربية ناجحة تجد في مستوي فيها الأم والأب، كل واحد عارف مسؤوليته ودوره وقائم به. لكن لو حدث انفصام او حدث غير ذلك تجد الطالب يتي لهو مع امه ولهو مع ايش؟ ابي. واوقات العلاقه سوء العلاقه بين الزوجين تؤثر سلبا على من؟ على الاولاد.